كنان، خير إن شاء الله. كنت عم بستناكي. مبروك شغلك الجديد. لا تؤاخذيني على التأخير، بس حبيت نحتفل بشراكتنا. شكراً لك. في جملة حلوة لكاتب بحبه وحطيتها جوات الإطار. بيكتب كلام حلو ومفيد بحياتنا. هو صياد سمك وشاعر وكاتب، يمكن لهالسبب بحبه. بتمنى تعجبك. ما كان في داعي. شكراً لك. لما تكوني فاضية حابب أقعد معك ونحكي، في شي لازم قلك إياه. طبعاً، فاضية إمتى ما بدك. بشوفك لك. بشوفك. الأسرار مثل المجوهرات بالإيد الصحيحة، بس ما بتساوي أي شي بالإيد الغلط. نجدة صبحي سويكان. هات، شو قصده ضيفنا؟ كلام حلو كتير ومفيد تتذكره بكل لحظة بهالحياة. كلامه صحيح، فكر بطريقة حلوة. اسمعي، بخصوص يلي شفتيه قبل شوي. يلي شفته قبل شوي ما بيهمني حياتي. ضيفنا، اسمعي، مو مهم إبرو مع مين عم تشتغل، المهم لصالح مين. بتعرفي إنه هي عم تشتغل لصالح فورال، وأنا عطيتها تحذير صغير مشان ما تساوي شي من ورا ظهري. لهذا السبب كنت رح تقع بين أحضانها. بالمناسبة مكانها هون منيح. ضيفنا، ما بدي أسمع أي شي متعلق بهديك البنت. ما بيهمني لصالح مين عم تشتغل وشو عم تساوي. هي ما بتقدر تأذيني، كون واثق بهالشي. هي بإيدي. إيه، إذا كتير تمادت وضايقتني بعدها عن طريق إلى الأبد. فهمت؟ بكفي هيك؟ ماشي حبيبتي، كلامك مزبوط ومكانها كتير حلو. ايه معلم، امتى بدنا نتحرك؟ بأول فرصة يا حافظ. رح تخبر كنان عن خطتنا؟ لا، هلأ ما رح أقول له أي شيء، بس بعد ما ننفذ خطتنا منخبره شو اللي ساوينا وشو اللي ما ساوينا. وملك خانوم؟ الشيء اللي موجود بالقلب ما منقدر إنه نخبيه كتير يا حافظ. ما رح خبر ملك على اللي رح نساويه، بس رح أخذ إذنه. بكل الأحوال يلي بدنا نساوي رح يلمس كنان وملك، منخبرها بالوقت المناسب. طيب وشو رح يكون رأي هزال؟ والله ما بعرف، أنا حسبت حساب كل شيء، بس أنا ما بعرف شو ممكن تكون ردة فعل هزال. بتمنى بالآخر تفهم إنه عم نساوي هذا الشيء مشان مصلحته،
ومنشوف، رح نعيش ونشوف. ماشي، رح بلش بالتحضيرات واستنى منك التعليمات. كتير منيح، ممكن تتحرك بأي لحظة وممكن تضغط على الزناد. ماشي. كتير بتشكرك على الأكل، كان أطيب سمك باكله باسطنبول. هزال، ما في شي عم تخبيه عني مو هيك؟ لا، ليش هالسؤال؟ فرال بيك، عم ازعجك بس في موضوع حضرتك لازم تعرفه. للأسف القرص اختفى. شو يعني اختفى؟ شو هالسخافة اللي عم تقولها؟ معك حق، بس صار انذار حريق كاذب. بهالأثناء انسرق القرص. مين اللي أخده؟ لسه ما عرفنا، بس قبل الانذار زوجتك اجت وطلبت التسجيلات، ولما قالوا لما بيقدروا يعطوها اياها عملت مشكلة، وبعد كم دقيقة صار الانذار تبع الحريق. لا تفهمني غلط، مو قصدي حط الست هزال تحت الشبهة، بس يلي شايفه هالصدفة غريبة شوي، حبيت خبرك بهالشي. فورال انت منيح؟ انا منيح حبيبتي. انت ليش سألتني هيك سؤال؟ شو خطر عبالك؟ ما في شي، بس يمكن حبيت اتأكد. يلا ردي. مين؟ امي. طيب احكي معها. يلا امي، ممكن حاكيكي بعد شوي؟ اعطيني الموبايل لاشوف. ليش لا اعطيك الموبايل؟ ولا شي، بس حبيت اطلع عليه. ما فهمت عليك. هزال عطيني الموبايل. فورال شو عم تساوي؟ ليش أخذت موبايلي؟ شو رح تعمل؟ ولا شي. أمك اتصلت فيكي، بركي كان بدها تقلك شي مهم هزال، بس أنتي سكرتي بوشها. ليش سكرتي؟ قالت كتير مشغولة وأنا ما حبيت لها، هي بتصل فيها بعدين. طيب مثل ما بدك. ايه كينان شيلبي، يا ترى شو هالشي المهم يلي بدك تحكي معي بخصوصه؟ نحن عم نجهز لنساوي مشروع كبير وكتير مهم باسم الشركة، أنا وعزيز توبراك، وما حدا بيعرف شو هالمشروع وكيف رح نساويه ولا حتى إمتى التنفيذ. إذا بتحبي أنا فيني شاركك كل المعلومات، طبعاً إذا بدك تمشي معنا بهذا الطريق. بس أنا عندي شركة وعائلة عم أمشي معهم بنفس الطريق، ليش لحتى أنضم إلكن؟ شو رح تكون مصلحتي من هالشغل؟ القرار اللي رح ناخده والمشروع اللي رح نساويه، أنا بعرف منيح أنه عائلة دمير أغلو ما رح يوافقوا عليه أبداً. وأنا من عائلة دمير أغلو، على الأغلب نسيت. بس لما تكون الأمور متعلقة بمصالحك الشخصية، بعرف أنه بتقدري توقفي ضد عيلتك فورال وحتى جينان خانو وضد زوجك كمان. لهالسبب حبيت خبرك. اسمعيني، رح أقول باختصار، لما يجي الوقت المناسب بتصوتي إلنا، وأنتي رح يكون إليك 30% من الأرباح، وما حدا رح يعرف بهالشي بنو. أربعين بالمية، وما بدي أي حدا يعرف بالموضوع. اتفقنا. اتفقنا.
رح تربحي منيح من الدفاع، لا يكون عندك شك أبدا. شو بدك تحكي مع فورال؟ بخصوص شو؟ فورال بيك بيخبرك كل شيء، والأفضل إنك تسمعي منه. ما علينا، على الأغلب فورال بيك ما رح يجي، بعدين منشوفه بالشركة ومنحكي. مثل ما بدك. أنت شو عم تساوي هون؟ ما فهمت، هون بيتي ولا نسيتي؟ فورال بيك، بعد إذنك خلينا ننزل لتحت، هونيك منحكي لحالنا. شو؟ ضايقتي من وجودي؟ بدكن تحكوا موضوع خاص؟ ولا بدك تخبري فورال شي خاص؟ لا، الحقيقة الموضوع بخص الشركة. متأكدة إبرو إنه الموضوع بخص الشركة؟ يا ترى في شي بيناتكن أنا ما بعرفه؟ بتحبي تخبري أنتي؟ لا أبداً، بس تنقرنا شوي مع بعض، بتصير هيك شغلات بين الأخوة، ما في شي. إذا بتحب خلينا نحكي. شو صار معك فورال؟ حكيت مع شركة الأمن؟ قدروا إنه يوصلوا للتسجيلات؟ أنا حكيت معهم، لسه ما وصلوا لشي، قال صار حريق صغير وتخربطت الأمور كلها بالشركة، بس كل شي تحت السيطرة، كوني مطمنة ولا تقلقي أمي. ماني مطمنة أبداً فورال، أنا بدي شوف التسجيلات بسرعة وعاقب يلي ساوى هالشي ببنتي مين ما كان يكون. لا تقلقي، رح نشوف التسجيلات مع بعضنا وأنا بنفسي رح عاقب يلي ساواها. لوين رايحة وكأنك عم تهربي؟ رايحة على غرفتي، أنا تعبت شوي بس لا تواخذوني. خير، شبهها هي؟ نحن تناقرنا شوي، عصبت عليها لأنه من زمان ما حكت مع أمي، رح أحكي معها. ألو كنجار، بتجيب لي كل المعلومات عن اتصالات هزال. آه شوفي حبيبي، مبين كأنك كتير حبيت غرفتي. أنا سمعتكن دفنا، انتو حكيتوا واتفقتوا، مو عساس اتفقنا، ما رح تساوي شي من دون علمي. يا ترى شو خطر على بالك اني ما رح خبرك سنان؟ شو سبب قلة هالثقة؟ طيب شو حكيتوا؟ عشو اتفقتوا؟ آه عرضوا علي نسبة أرباح من المشروع الجديد مقابل اني صوت ضد فورال. عن جد هنن رح يعطوكي نسبة أرباح؟ ايه حبيبي، رح يعطونا إلنا تقريبا نص الأرباح. طيب شو هو المشروع خبرك؟ لا، نعرف لما يجي الوقت المناسب، انت وساق بمرتك وبس. ما عم تخبي عني شي مو هيك دفنا؟ سنان بكفي، أنا مليت من قلة ثقتك. وأنا مليت من تحركاتك من دون ما تخبريني. من هلأ ورايح بعد إذنك، يا ريت تخبريني على كل يلي بدك تعملي. خليل شو فيه؟ تعال هون بسرعة، جابوا لك رسالة باسمك. رسالة إلي؟ أنت خليل سانجاك؟ إيه أنا، شو فيه؟ أعطيني. بالأول وقع هون. يلا بالإذن. مع السلامة، شكراً إلك. شو هاد؟ المدعى عليه خليل سانجاك وزوجته ملك سانجاك بسبب الخلافات وعدم اتفاقهما من بداية زواجهما، وحسب القانون الطلاق لك. لك هي دعوة طلاق؟ انت ليش ما قلت لي هيك قبل ما وقع؟ لك لو بعرف ما كنت وقعت ابدا. بس ملك ما بتعرف هذا المكان،
مين خبر ملك إني موجود هون؟ ما في غيره، هزال مثل أمه ناكرة المعروف. شوفي يا ترى أنت شو بدك تقولي لفورال؟ قلت لك موضوع متعلق بالشركة، فلا يروح تفكيرك لبعيد، وطبيعي خبره بأمور الشركة. ليش هيك سويتي؟ أنت عن شو عم تحكي؟ أنت بتعرفي منيح إبرو، شو كان بدك من هديك البنت؟ ليش سحبتي الفيش؟ مالك علاقة بهذا الشيء. أنا اللي إلي علاقة، يلا احكي، وأنا رح خبر فورال كل شيء. بالله جد؟ أنت عم تهدديني مو هيك؟ بالضبط هيك، بتضبي غراضك وبتنقلعي من هالبيت، ما عاد بدي شوفك حوالينا أرمك. ما شاء الله عليك، أنا شايفتك تعودتي على دورك، كأنك مفكرة حالك صرتي صاحبة هالقصر؟ ما بظن حبيبتي، أنا هيك كل اللي بخص فورال إلي، هالقصر والشركة اللي بتشتغلي فيها وكل شيء. أنت متأكدة؟ لنشوف إذا فورال هيك رح يقول لما يشوف هالشي. تعرفي شو في هون؟ حياتك كلها هون هزال، زواجك وسعادتك وهديك الشركة والقصر، باختصار كل شي بخصك. يعني حياتك صارت بإيدي هزال، لا تواخذيني ماشي؟ يلا لك، يلا شو صار؟ كنتي مفكرة انك حصرتيني بالزاوية؟ دائما بتصغريني وبتتجاهليني يا خانم، بس الموضوع مو بهالسهولة. انا رح ضل بهالقصر وما عندي نية روح من هون. اعطيني هاي. واذا ما عطيتك ياها؟ ها؟ لا تكوني رح تضربي أختك. شو رح تضربيني؟ إيه برو، عطيني هالفلاشة. الفلاشة ضمان لحياتي، إذا فورال عرف إنه أنا يلي سحبت الفيش تبع الجهاز فوقتها بيقتلني، ولهذا السبب ضماني الوحيد هو الفيديو تبعك أنت وكينان. أنا حذرتك أكتر من مرة وقلت لك حبك لكينان رح يجيب لك آخرتك، بس ما سمعتي مني. إذا خليتي فورال يشوف الفيديو تبعي، أنا رح خليه يشوف الفيديو تبعك، وإذا أنت دمرتيني أنا بدمرك هزال. فلا تواخذيني أختي حبيبتي. طول هالسنين وأنا عم أتحمل عمايلك السيئة، غيرتك ومشاكلك ومصايبك، بتعرفي ليش إبرو؟ لأنه أنا كنت دائماً حبك لهون وبس، ما عاد رح أتحمل أكتر، ما عاد في بقلبي ولا ذرة حب تجاهك. أعطيني إياها هلأ. أنت ما عاد تقدر تساوي لي أي شيء، بس أنا اللي فيني ساوي لك كتير، ولهذا السبب أنا بنصحك أنك ما تحاولي تطلعي قدامي ولا تزعجيني. بكفي، أنا مليت منك وما عاد فيني أتحملك أكتر من هيك، طلعي من حياتي بقى. لك ليش أنا ما بخلص منك؟ الله يلعنك هزال، روحي، كل حياتي اتدمرت بسببك أنت، ما عاد اتحملك اكثر من هيك، نقلعي. مشان الله اطلعي من حياتي، روحي. امي شوفي. ما في شي حبيبتي، لا تهتمي. شو عملتي؟ حكيتي مع كنان شي؟ حكيت رح نتزوج. كتير فرحت. ان شاء الله الف مبروك حبيبتي، معناتها رح نبلش بالتحضيرات فورا. شو في هزال؟ شو هالضجة هاي؟ ليش إبرو عصبت لهالدرجة؟ ما في شي حياتي، بس عم تفضي غضبها شوي وبتهدى. لا تواخذني إذا زعجتك. لا، شو قلتي لها لحتى عصبت؟ ما قلت لها شي، هي متضايقة من حالها، بصير هيك شغلات، انسى.
أهدافنا صارت بإيدينا، اتفقنا. حلو، يعني رح تصوت لصالحنا بالاجتماع. مو بس بهذا الاجتماع، دافنا من هلأ ورايح رح تكون جنبنا دائما. منيح. المسكين سنان شو عمل لحتى مرته متضايقة منه؟ إذا بدك منعرف هالشي كمان. ما في داعي، المهم إنه نحل شغلتنا. والكلب فورال لما يعرف إنه دافنا وقفت بصفنا رح يضغط عليها، ولما دافنا تنحصر بالزاوية وتعصب وقتها هي رح تقول بشو بتزيت فورال. برأيك ممكن تكون بتعرف شي متعلق بناز؟ ما بظن في موضوع أكبر من هاد بالنسبة لفورال وممكن يربط له إيديه؟ إن شاء الله. صحيح، أنا في عندي سؤال. أنت حكيت مع شي حدا من رفقات ناز؟ شو رأيهم بالموضوع؟ لا، أختي ما كان عندها رفقات كتير، بس بتذكر واحدة كان اسمها جالة، وناز نهت علاقتها معها بسبب فورال، وأنا ما عاد شفتها من فترة طويلة. ليش هالسؤال؟ ولا شيء، مجرد فضول وبس. خير، أنت شو بدك كمان؟ ليش جنيتي لهي الدرجة؟ شو حكيتي مع هزال؟ أنت ما إلك علاقة. أنا كل شي بصير تحت سقف بيتي إلي علاقة فيه، فهمتي؟ إذا أنت قلتي شي أو هي سمعت أو بالعكس، كل شي هون بيخصني. وهلأ قولي لشوف شو حكيته. ولا شي، يعني ما حكينا بأي موضوع متعلق فيك. هزال دائما بتعاملني معاملة اللاجئة هون. ليش مانك هيك؟ ما علينا، بتمنى إنه حديثكن ما يكون متعلق فيني أنا، وإلا رح دفعك التمن غالي وحاسبك بنفسي. كنان، يا ترى في شي عم تخبيه عني؟ ليش متضايق؟ عرفت مين اللي سحب الفيش تبع الجهاز؟ مين؟ إيبرو. شو عم تقول؟ انت متأكد؟ شفت تسجيل الكاميرا بعيوني. طيب ليش ساوت هيك شي؟ قال هي بتعشقه لفورال ديمير أغلو، وبدها تزت التهمة على هزال مشان تزيحها من طريقها. هي البنت كتير خطيرة، وحتى إنها أخطر من أبوها ومن فورال. لازم نساوي شي لنخلي أحمد يبعد عنها. لا تقلق يا أخي، أنا رح أعمل اللازم. أحمد، كنان، رجاءً. أنا في عندي شغلة صغيرة. المسا بشوفكن. عود شوي لنحكي. تركو، خليه يروح كنان. النار شعلت جواته، قبل ما تنطفي هالنار ما رح يسمع ولا يفهم. مثل ما عم بتشوف ما في أي جلي هلأ، أنت رح تساعدنا بالخدمة والمسا منحل موضوع الجلي مع بعض. مثل ما بدك أختي ملك، تحت أمرك. ملك! ملك! ليش عم بتصرخ؟ أنا قلت له لا يفوت بس ما رد علي. ماشي عمتي. تعال إبراهيم. شو بدك؟ بعتولي بلاغ الطلاق على الفندق. إيه، وليش مستغرب؟ قلتلك بدي اتطلق منك. مزبوط، وأنا قلتلك إنه ما رح ننفصل عن بعض. لا تتأملي على الفاضي. بتقول هذا الشي بالمحكمة. هلأ روح من هون يلا. كيف عرفت العنوان؟ أنت من وين عرفتي عنوان الفندق؟ مين اللي أعطاك عنوان الفندق؟ هزال مو هيك؟ بس هي بتعرف. شو رح تفرق؟
ليه انت رح تضل هربان؟ ما رح اهرب ولا شيء، مثل ما انك شايفه انا قدامك. انت ما فيكي تخلصي مني بسهوله، نحن ما رح نتطلع ملك. لا رح نتطلع يا خليل. تعرف شو السبب؟ لاني رح اقول الحقيقه لهازال. ما بيهمك خساره هازال، بس بتخاف تخسري اللي عم تحلم فيه بفضل هازال. ما فيك تجازف بالخساره، لا المصاري ولا عائلة ديمير أوغلو اللي لزقت فيها بسبب هازال، مو هيك؟ مسيك صف لي السيارة. ماشي يا بيك. انت مين سمح لك تفوت لهون؟ ليش اجيت؟ بعد عني سنان، ماني فاضي التهي فيك هلا. مين مفكر حالك ولا شو رح تعمل؟ أساساً روحي واصلة لمناخيري، لا تخليني فضي غضبي فيك. بالله شو؟ قاد رح يفضي غضبه فيني؟ ولك والله بدفناك هون. سنان بيك أنت شو عم تساوي؟ هو ضيفي، لو سمحت. رح نلتقي بشي يوم ورح نتحاسب على كل شي إن شاء الله. عم استنى هداك اليوم، لا تاكل هم. أحمد ليش إجيت لهون؟ لا نحكي، عندي كلمتين بدي أقول لك ياهن. بالحقيقة أنا كنت راسم أحلام تانية اتجاهك، بس للأسف طلع من نصيبي إنه شوف وشك اليوم. خلينا نحكي هنيك، تعالي. معلم شو بدك؟ الاستعدادات تمام ودبرت الرجال، الكل جاهزين وعم يستنوا، نتحرك لما تعطي الإشارة. منيح، يعني حطينا الرصاصة بالبارودة وهلأ عم نستنى الطير ليوقف على الغصن. معلم عم تقول نستنى، بس شو رح نستنى؟ كل الأمور جاهزة، خلينا نساوي اللي علينا ونترك الباقي على عائلة ديمير أوغلو. ما في داعي تستعجل، إذا ضغطت على الزناد وما حطيت البارودة على كتفك ترتد وبتوجعك. نحنا لازم نضمن حالنا بالأول. القصة مو إنه نخلص على فورال ديمير أوغلو، القصة إنه نحمي اللي منعتبرهم أرواحنا. بس لأحكي مع ملك وأخذ موافقته، وبعدين الله كريم. ماشي يا معلم، مثل ما بدك. تعرفي إنه أنا كنت رح أعرض عليك الزواج؟ حتى إني اشتريت الخواتم. لو إنه صارت وحطيت هذا الخاتم بإصبعك، وقتها كنت رح كون أسعد رجال بهالدنيا، وبيتحقق حلمي. لو صرت زوجك يا إبرو، وقتها ما كنت بعطي سعادتي لحدا بالعالم، كنت مفكر إني شفت الجمال فيكي، الجمال يلي ما حدا قدر يشوفه فيكي، بس طلعت مخدوع وما عم شوف الحقيقة يلي الكل شافوها فيكي. أحمد مالي ناقصتك، أنا كتير مزعوجة هلأ. بعرف، ما رح طول، أنا حكيت مع كنان وعرفت منه كل شي، عرفت شو ساويتي، أنتي سحبتي فيش الجهاز. وعرفت ليش أنتي ساويتي هالشي،
وعرفت انه انت بلا ضمير وبلا وجدان، وعرفت مشان مين حاولتي تقتلي انسانة. انا خسرت قطعة من روحي لما كنان قال انك بتحبي فورال. تمنيت الارض تنشق وتبلعني، نقطعت قطعة من روحي وراحت، وكنت شوفك ابيض من الحليب واصفى من مية النبع، بس طلع قلبك وسخ وروحك كتير سودة يا ابرو. لو انك بتحبي حدا تاني لكن دست على قلبي ودعيت لك لتكوني مبسوطة، قسما بالله ما عم صدق قلبك وعيونك وروحك سودوا لدرجة انك تحاولي تقتلي انسانة مريضة وبريئة يا عيب الشوم. انا اتدمرت. انا شو إلي علاقة احمد؟ يا ترى عطتك شي امل؟ وعدتك بشي؟ شو بدك؟ قلت لك انا مضايقة كتير، بيكفي. ايه بيكفي، انتهى كل شي، مع العلم انه ما بلش ابدا، كل يلي موجود جواتي انتهى. يعني ما بتقدر تقول مين يلي اشترى القصر هكامبك؟ على القليلة من حقنا نعرف مين يلي اشترى بيتنا. آسف ما فيني أعطي المعلومات لنخلص الإجراءات، هيك القانون. يكون بعلمك ما رح سامحك على اللي سويته. أنا رح جمد كل الحسابات التابعة لشركتنا وعائلتنا عندكم، رح أعطيكم كل الشيكات، وحتى بأول فرصة رح اتفق مع مصرف منافس. مثل ما بدك جنان خانم. كنان خبر أحمد كمان؟ أوف، شو بدي أعمل؟ الفيديو تبعه هو وهزال راح من إيدي. أنا بهنيكي، كان المشهد كتير رائع. ما فهمت عليك، أي مشهد؟ أنت عن شو عم تحكي؟ قصدي الدراما تبع أحمد، كتير انبسطت وأنا عم بتفرج. سنان بيك، ليك أنا عن جد ماني رايقة أبداً، قول يلي بدك تقوله بسرعة وروح من قدامي، أنا بدي ضل حالي. برافو عشية اللي ساويتي بهداك الأعرج، أنت كتير فرحتيني، أنا بهنيكي. بالحقيقة صرت حس بشي تجاهك يا إيبرو، وبرأيي إجا الوقت لنطور هاي الصداقة. أنت شو قصدك تقول؟ غريبة، بتوقع أنه لما بستك شرحتلك بوضوح شو يلي عم بقصده إيبرو. أنا ما عم بفهم عليك وما بدي أفهم بنوب. بس أنا بدي أشرح لك، هداك الأعرج ما بيليق ليكون حبيبك، نص رجال ما فيه خير حتى لحاله، وأنت بصراحة بنت ذكية وكتير حلوة، إذا قدرتي تستخدمي هالصفات يلي عندك ساعتها بتلاقي رجال أحسن من أحمد. مثلا أنا بصراحة كل ما شفتك بتذكر لما بسنا بعض، ما عم تطلعي من عقلي يا إيبرو. وأنا كمان كل ما شفتك مرتك بتفوت على عقلي. أنا برأيي الأحسن إنك ما تنسى أبداً إنه عندك زوجة يا سنان بيك. ألو نعم، أنت فاضي هلأ؟ فاضي، كنت رح أتصل فيكي.
بس ما دقيت لك، خفت يكون فورال جنبك. كتير منيح كان جنبي. وين انت؟ انا هلأ طلعت من البيت ورايح شوي على الشركة. حلو، انا بالكافيه اللي التقينا فيها ذاك اليوم، لازم نحكي بموضوع مهم. ممكن تجي؟ ماشي جاي. رح نشرب أطيب فنجان ونحكي عن التحضيرات. أمي بلا لف ودوران، عن أي قصر كنتي عم تحكي؟ شو يلي مباع؟ حبيبتي أرماك. أمي لا تحاولي تنكري، أنا سمعت كنتي عم تقولي إنه القصر مباع. أرماك، بعنا القصر يلي بيكوز، حكيت عنه. طيب ليش بعتوا القصر؟ شو خطر عبالكن؟ أنا وأخوكي فورال صار لنا فترة طويلة عم نحكي بهالموضوع. بعدين مو هذا القصر أحلى؟ هون أوسع ومريح أكتر. بس يا أمي هداك القصر غالي بالنسبة إلنا، نحنا كتير إلنا ذكريات فيه. حبيبتي لا تفكري بهالموضوع، خلينا بموضوعنا الأساسي. شو مشان تحضيرات العرس؟ ها؟ ما في داعي للتحضيرات أمي. معقولة هالحكي يا بنتي؟ عن جد ما في داعي بنوب، بعدين بس كتب كتاب بكفي. ما بيصير، عالقليلة أنا بدي شوفك وإنتي لابسة فستان العرس. ماشي، بلبس نفس هداك الفستان. يلا أرماك تحكي شوي، انتي رح تتزوجي يلي بتحبيه يا قلبي. أنا كتير مبسوطة، بس انتي بتعرفي شو الوضع. أرماك، أنا وانتي شو حكينا؟ ها؟ رح نكون مبسوطين، مو هيك؟ يلا يا روحي ابتسمي شوي هلأ، يلا. بس لا تنسي اللي حكينا فيه. ما قلت لكنان اني بعرف الحقيقة، هو مفكر اني ما بعرف شي، وانتي ما رح تخبري. ماشي؟ ماشي يا بنتي، ما رح اقول لحدا، لا تشغلي بالك انتي. شو هالحقيقة يا ترى؟ شو اللعبة اللي عم يلعبوها الام وبنتها؟ ألو، نعم زهال. لا أنا كتبت التقرير وحطيته بالملف. مين زهال يا بنت؟ أنت شو عم تخبصي كمان؟ بلا ما تزعجيني بهالكلام السخيف، أساساً روحي رح تطلع. بابا هلأ وقت اتصالك، شو في؟ اسكتي يا بنت. أكيد مو كتير مبسوط لأتصل، أنا بدي عنوان عزيزتي وبراك. اسحبي الكلام من أحمد وعرفي عنوان عزيز. يلا. ما فيني. كيف يعني ما فيكي؟ أنا بحاجة عنوانه ضروري. ما فيني أعرف، أنا وأحمد متزعلين. دائما كنت قلك لا تلتقي فيه، بس كنت تعانديني وتقربي منه، وهلأ أجا على بالك تتزعلي معه؟ بابا مشان الله، أساسا أنا في عندي ألف شغلة، بعدين أنت شو بدك بعنوان عزيز؟ عندي شغل، شو رح يكون بدي منه؟ لا تقرب من هالرجال، بعد عنه، ما بتكفيك المصايب اللي بسببه؟ أنت لا تتدخلي. ليش يعني المصايب تركتنا بحالنا؟ بتروح مصيبة بتيجي غيرها. منيح، معناتها أنا ما دخلني، بس لما توقع بمصيبة لا تتصل فيني. إبرو هيك لكان عم تسكري الخط بوشي.